أكد قائم مقام قضاء أربيل نبز عبد الحميد أن لجان حصر الأضرار الناجمة عن السيول انتهت من عملها، حيث قدرت الخسائر بأكثر من 21 مليار دينار ناهيك عن الأضرار في الممتلكات العامة. شكلت لجان لتقدير الأضرار، طبعا الأضرار كبيرة جدا، نستطيع أن نقول أن هذه اللجان أنهت أعمالها وقدرت الأضرار ب 21 مليار دينار، هذا ما عدا الأضرار التي لحقت بالمنشآت والمباني العامة والطرق والجسور وأيضا شبكات الماء والكهرباء ومحطات الكهرباء، هذه أيضا أضرار كبيرة سوف تتكفل الحكومة بإصلاحها وصيانتها بالرغم من الظروف المالية الصعبة. لذا نتمنى من حكومة الإقليم أيضا، من حكومة المركز أيضا، أن تساهم بإعادة إعمار هذه المباني العامة والطرق والجسور وأيضا شبكات الماء والكهرباء وأيضا تعويض المواطنين المتضررين، حيث شملت هذه المرة الأماكن عديدة، أكثر من 10 أماكن شملتها أو غمرتها هذه السيول الجارفة.